ما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وذلك عندما زكى بخاتمه وهو راكع للسائل الذي سأل في مسجد النبي وهو الذي قال الله تعالى فيه ومن أجله يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين وذلك في حجة الوداع عندما رجع النبي صلى الله عليه وعلى آله أمره الله أن يبلغ أصحابه وأمته بولاية الإمام علي عليه السلام من بعده وهو الذي قال الله تعالى فيه إنما أنت منذر ولكل قوم هاد فالمنذر هو محمد صلى الله عليه وآله والهادي هو علي عليه السلام وهو الذي قال رسول الله صلى الله عليه وآله أنا المنذر وأنت الهادي يا علي وهو من قال الله تعالى فيه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين وهو من قال الله تعالى فيه وتعيها أذن واعية قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم هي أذنك يا علي وهو من قال الله تعالى في حقه وفي حق زوجته فاطمة الزهراء عليها السلام يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا وكم وهو الذي قال الله تعالى فيه إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية وكم نزل فيه من الآيات حتى أنه روي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال نزل في أمير المؤمنين علي عليه السلام خاصة 300 آية من القرآن وما من آية تخاطب الذين آمنوا إلا وعلي عليه السلام أولهم وأفضلهم